عصير الليمون وصل. ايه بس لازم تنتبهوا لانه فيه نعنع كثير. يمكن ما كان لازم نكتر نعنع على سنان، عم يتعطل وقت يشربه. حابب اني اسالك سؤال، من بعد اذنك امتى رح تبلش الحفله؟ من سوء الحظ شكلها رح تلتغي اليوم. شلون بقى؟ نحن اجينا اليوم مشانها. المغني وحتى عازف الجيتار كمان ما رح يقدر يجي، وما في حدا يغطي محلهم. انا عم يخطر على بالي انه حدا يغني لنا، شو رايكم يا شباب بيرضى؟ علي؟ علي؟ ايه علي، عزف لك شوي مشان الشباب. ايه يا ريت يقبل. يلا علي يلا. يلا علي. ايه بس انا ماني محضر حالي. ايه لا تتكلم. لا لا يلا قوم كلنا بنعرف انك بتقدر بعد. يلا قوم عملي حالك مغني مهم. شوف ما بدنا شي بنوب، انت قد يلا. لك قوم يلا. ايه تمام ماني محضر حالي بس مو مشكله يلا. اكيد ما رح تخجلنا، معقول تخجلنا نحن عم نطلب؟ لا معقول تخجلنا لا. ما عندي احباب. ما عندي. عن جد منيح انك مالك محضر حالك، كثير منيح. هذا خلقان نجم روب اصلا، شو يعمل؟ مو بايده. شكرا. اوه هذا عصفور يا عليم، ما شاء الله حبينا. الله عن جد كثير مبدع يا عليم. شكرا كثير لكم. فكرني حاله صار مشهور هلا. بتحب موسيقى الروك ما؟ بقصد انه هي هي لعبتك. عم تحكي معي؟ عم اسمع موسيقى شوبان. أنا هون بس لشوف الفراغ يلي عم يعيشوه الناس، أما أنا ما بحب الضجة بنوب. شكراً لإلك. بليز. بكيتنا يا عصفوري علوش. علي شوف، لو كان عندي موهبتك عن جد كنت طبقت كل البنات يلي موجودين بالمينا. قصدي بس الحلوين. انت ما بدك تبطل عادتك، سمعنا. هلا شكرا لكم بس لازم تشكرون لهم كمان، لان لك وينهم؟ الشباب؟ شو القصة؟ ليش راحوا؟ وين هربوا هدول؟ ما بعرف. يمكن عندهم شغل وراحوا عليه. طيب وشو رح نعمل هلا؟ خلونا نمشي. لوين؟ انا رتبت لهالشيء. ناكل مانتي. اذا بدي روح انا بدي اكل مانتي. ايه وانا. شو هاد؟ معقولة نسيوها الشباب؟ شكراً.